بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. قال المصنف رحمه الله تعالى، قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب الصلاة في شدة الخوف بالإيماء، وهل يجوز تأخيرها أم لا؟ قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصف صلاة الخوف وقال: فإن كان خوفا أشد من ذلك فرجالا وركبانا. رواه ابن ماجه. قال: وعن عبد الله بن أنيس رضي الله تعالى عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلي، وكان نحو عرفة وعرفات، فقال: اذهب فاقتله. قال: فرأيته وقد حضرت صلاة العصر، فقلت: إني لا أخاف أن يكون بيني وبينه ما يؤخر الصلاة. فانطلقت أمشي وأنا أصلي وأومئ إيماء نحوه، فلما دنوت منه قال لي: من أنت؟ قلت: رجل من العرب، بلغني أنك تجمع لهذا الرجل فجئتك في ذلك. فقال: إني لفي ذلك. فمشيت معه ساعة حتى إذا أمكنني علوته بسيفي حتى برد. قال: رواه أحمد وأبو داود. هذه الترجمة ساقها المصنف رحمه الله لبيان صورة من صور صلاة الخوف، وهي في حال المسايفة، وفي حال المقاتلة، وفي حال اشتباك الجيشين أو اشتباك الأفراد، كيف يصلون لصلاة الخوف؟ هل يفعلون ما سبق معرفة بعض صوره من أن الجيش يقسم إلى قسمين، وأن قسما يكون في وجاه العدو، وقسما يكون مع الإمام يصلي، أم أن الوضع يختلف في حالة ما إذا التحم الجيشان؟ ظاهر هذين الحديثين أن الوضع يختلف، لأن المسألة لا تحتاج إلى صفوف وإلى تصفيف الصفوف، وإنما الأمر أعظم وأشد من ذلك. كل المطلوب من الجماعة أن تتوافق في ركوعها وسجودها مهما كانت أماكنها، سواء كانوا مستقبلين للقبلة أو كانوا غير مستقبلين للقبلة، وسواء كانوا متقدمين على الإمام أو متأخرين عنه. إنما الغرض من ذلك هو الاجتماع على ذكر الله، وهو الالتقاء على أداء هذه الصلاة في جماعة، لأن الله سبحانه وتعالى وعد أن تكون يده مع الجماعة أو على الجماعة. ولذلك فإن أداء صلاة الخوف أثناء المسايفة إنما تستمطر بها الرحمات، يستنزل بها النصر. ولذلك لا ينبغي للناس أن يهملوا هذه الشعيرة،
فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان حريصا عليها، وكان صلى الله عليه وآله وسلم يصلي صلاة الخوف مع أصحابه ولا يؤخر الصلاة ولا يتهاون، بل إنه يصلي كيف اتفق له الأمر ما دام الغرض من ذلك هو الدخول في طاعة الله والزيادة في عبادة الله واستشعار الالتجاء والتعلق بالله وإظهار الخضوع والخشوع لله. لذلك شرعت لنا صلاة الخوف حتى في حال المسايفة، والناس اليوم يستطيعون أن يؤدوا صلاة الخوف وهم في آلياتهم وهم في خنادقهم وهم في مركباتهم، سواء كانت هذه المركبات برية أو بحرية أو جوية، كل من مكانه وكل من موقعه. وقد يسر الله سبحانه وتعالى للناس اليوم أمر الاتصال، فيمكن التقاء الجميع على إمام واحد وأداء الصلاة في وقت واحد وأداء الشعيرة في زمن واحد وفي تحت إمام واحد. ولذلك ينبغي أن يتعلم خاصة المشتغلون بالقتال والجهاد، وخاصة المنتظمون في سلك الدفاع، ينبغي لهم أن يتعلموا كيفية أداء صلاة الخوف، لأن هذه لا تقل معرفتها عن معرفة استعمال السلاح واستخدام السلاح، فإنها سلاح يضيفه العسكري إلى سلاحه المادي، وأنه بهذا يتميز عن غيره من المقاتلين. وقد عرفنا أن من أبرز مميزات المؤمنين في قتالهم أن الآخرين يقاتلون من أجل الدنيا، وأن المؤمنين يقاتلون من أجل إعلاء كلمة الله، فإذا فقهوا دين الله وإذا عرفوا كيف يعبدون الله سبحانه وتعالى، يصلون له، يعبدونه، يخضعون له، يدعونه أثناء صلاة أثناء قتالهم، فإنه أدعى إن شاء الله للنصر وللاستجابة وللقبول ولإنزال الملائكة تعين المؤمنين على ما هم عليه. ولذلك الحرص على تعلم صفات صلاة الخوف من الأمور التي لا ينبغي للمسلمين أن يهملوها. كنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند الكلام على حديث ابن عباس، وحديث ابن عباس الثاني، وحديث ثعلبة بن زهدم، هذه الأحاديث التي بينت أن صلاة الخوف يؤديها المأمومون ركعة ركعة، وأن الإمام يؤديها ركعتين. فنقل في حديث ابن عباس الأول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بأصحابه بذي قرد، صلى بهم صلاة الخوف، فصلى هو صلى ركعتين، وصلى كل فريق ركعة ركعة، ولم يقضوا كما جاء في رواية ابن عباس. وأما حديث ثعلبة ابن زهدم فهذا إنما حكى لنا صلاة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا مما استدل به أهل العلم والجمهور، خلافا لأبي يوسف ومن وافق أبا يوسف في رأيه أن صلاة الخوف تصلى بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها ليست من الأمور التي اختص الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم.
وهكذا في حديث ابن عباس الآخر، والذي يقرر فيه حكما عاما في الصلاة ويقول فرض الله الصلاة على نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم في الحضر أربعة، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة. فهذا الأثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقرر فيه أن صلاة الخوف ركعة ركعة. وهذا الحديث ظاهره، أو هذه الأحاديث ظاهرها، أنها تتعارض مع ما مر بنا من صفات صلاة الخوف، فبعضها أو كلها تنص على أن المأمومين يصلون صلاة الخوف ركعتين، وأن الإمام قد يصليها ركعتين، وربما يصليها أربعة، أو أنه يصليها مرتين، مرة فريضة ومرة نافلة. وقلنا في درس البارحة أنه لا تعارض بين هذه الروايات، لأن صلاة الخوف شرعت بأيات مختلفة تتوافق وتتناسب مع الموقف الذي يكون فيه الناس في تجاه العدو، فإما أن يكون في حال المسايفة، وإما أن يكون في حال التربص، وإما أن يكون الناس في حالة نفور، وإما أن يكون الناس في أقصى حالات الاستعداد والاستيعاب، ولذلك تتفاوت صلوات الخوف كنا قد وقفنا في درس البارحة عند الكلام على حديث ابن عباس الثاني، قال ويشهد، يعني حديث ابن عباس للجميع، قال ويشهد للجميع حديث ابن عباس، أي إن حديث ابن عباس يشهد لحديث زيد بن ثابت وحديث ثعلبة بن زهدم وحديث ابن عباس الأول الذي يقررون فيه أن صلاة الخوف ركعة. قال وفي الباب عن جابر عند النسائي، يعني مثل حديث ابن عباس، وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عند البزار، لكن قال بإسناد ضعيف. قال صلى النبي، هكذا عندكم، قال صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الخوف ركعة على أي وجه كان، صلاة الخوف ركعة على أي وجه كان. ظاهر ذلك أنها تشرع ركعة واحدة، لكن ثبت بما هو أقوى وأصح من هذا الحديث أنها ركعتان، ولذلك حديث ابن عمر قد يعني يتعارض مع ما ثبت وصح من أن صلاة الخوف تؤدى على أكثر من ركعة. حديث هذا حديث ابن عمر اجبه انهم ان الصحابة صلوا ركعة ولم يقبوا. نحن قلنا ان هذا بعض الصور، لكن حديث ابن عمر ظاهره انه عام يشمل كل الصور، لانه يقول ايش، قال صلاة الخوف ركعة على اي وجه كان، ففي حين أن أكثر من وجه نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها ركعتان. هذا وجه التعارض. هذا لو على اعتبار أنه صحيح يعتبر معارض،
ففي هذه الحالة ينظر للثقة والأوثق فقد يحكم له بالشذوذ لمخالفته لما هو أوثق. لكن هنا الحديث بإسناد ضعيف ولذلك يعد في هذه الحال منكر ولا يعد معروفا. قال: وأحاديث الباب تدل على أن من صفة صلاة الخوف، يعني من أنواعها أنها تصلى ركعة. من صفة صلاة الخوف هي الاقتصار على ركعة لكل طائفة. قال في الفتح: وبالاقتصار على ركعة واحدة في الخوف يقول الثوري وإسحاق ومن تبعهما، يعني إن هذا مذهب لسفيان الثوري ولإسحاق بن راهوية. وقال به أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وغير واحد من التابعين، ومنهم من قيد بشدة الخوف، هكذا عندكم أو قيده؟ قيده أظهر، لكن النسخة اللي عندنا قيد، يعني ومنهم من قيد هذه الحال بإيش؟ بما إذا كان الناس في أهبة، يعني وفي شدة قبل المسايفة، يعني هي مرحلة بين تمام الاستعداد وبين الإيه؟ وبين المسايفة. وقال الجمهور: قصر الخوف قصر هيئة لا قصر عدد. قال الجمهور: قصر الخوف يعني قصر صلاة الخوف إنما هو في هيئة الصلاة لا في عدد الصلاة بحيث تكون ركعة واحدة. فكأن الجمهور لم يأخذوا بهذه الأحاديث، ولذلك صححوا وأخذوا بالأحاديث التي تثبت ركعتين في صلاة الخوف، لأن القصر في الصلاة قد يكون قصر عدد وقد يكون قصر هيئة. أما قصر العدد فجعل الرباعية ركعتين، وأما قصر الهيئة فهو التخفيف في ركوعها وسجودها والقراءة فيها والتسبيح، يعني في حركاتها، بحيث تؤدى بالوجه المطلوب لكن تخفف في طولها وينقص من عدد تسبيحاتها. هذا معنى قصر الهيئة. وتأولوا هذه الأحاديث بأن المراد بها ركعة مع الإمام وليس فيها نفي الثانية، يعني كأن هؤلاء صلوا مع الإمام ركعة ركعة ثم هم قضوا لأنفسهم ركعة ركعة، لكن هذا يعني يرده ظاهر قوله في حديث ابن عباس وفي حديث ثعلبة ولم يقضوا. واضح؟ قال: نعم. الذين ذهبوا إلى الاقتصار على ركعة واحدة قال: وقال من يسلم عليه، فأما الرواية التي رواها أبو هريرة فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين. إيه؟ ما يخالف، لأن أبو هريرة نزل الصلوات باختلاف الأوقات واختلاف الأزمنة واختلاف الحال التي يصلي فيها الناس، فإذا اشتد الخوف صلى ركعة، وإذا يعني كان شيء من الأمن صلى ركعتين. لأن احنا قلنا من الأول إن الاختلاف الموجود في صلاة الخوف إنما هو اختلاف تنوع لا اختلاف لا اختلاف حكم. قال: وتأولوا هذه الأحاديث بأن المراد بها ركعة مع الإمام وليس فيها نفي الثانية، ويرد ذلك وهو يرد ذلك قوله في حديث ابن عباس ولم يقضوا ركعة، يعني يبطل هذا التأويل. وكذا قوله في حديث حذيفة ولم يقضوا،
وكذا قوله في حديث ابن عباس الثاني وفي الخوف ركعة. وأما تأويلهم قوله لم يقضوا بأن المراد لم يعيدوا الصلاة بعد الأمن، فهذا يقول يعني بعض من قال إن قوله صلوا ركعة إنما أخبر عن الركعة التي صلوها مع الإمام، وأما الركعة الثانية التي صلاها كل واحد منهم وقضى بها صلاته لم تذكر في الحديث. فاعترض عليهم بقوله الأحاديث جاء فيها ذكر قوله لم يقضوا. قالوا إيه ولا المعنى يعني لم يعيد الصلاة مرة أخرى، لكن يقول هذا تأويل أبعد من التأويل الأول. ولذلك قال وأما تأويلهم قوله لم يقضوا بأن المراد منه لم يعيد الصلاة بعد الأمن فبعيد، يعني فتأويل بعيد جدا وتأويل مرجوح تأويل لا يسلم. ثم قال فائدة، قال وقع الإجماع على أن صلاة المغرب لا يدخلها قصر، فتصلى ثلاثا سواء كان ذلك في الحضر أو في السفر أو في الخوف. ووقع الخلاف هل الأولى أن يصلي الإمام بالطائفة الأولى ثنتين وبالطائفة الثانية واحدة، هذا معنى والثانية واحدة، أو العكس يصلي بالطائفة الأولى واحدة أو بالثانية ثنتين. وهذا نتيجة الخلاف، يعني الخلاف نتيجة الاجتهاد، لأن الروايات التي نقلت لنا صلاة الخوف لم تؤثر أو لم يؤثر فيها ولم يذكر فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة المغرب في حال الخوف، وإنما صلى الخوف في الرباعية أو صلى الخوف في الثنائية. أما في الصلاة ذات الثلاث الركعات فلم يعرف ذلك. قال ووقع الخلاف هل الأولى أن يصلي الإمام بالطائفة الأولى ذنتين والثانية واحدة أو العكس، فذهب إلى الأول وهو أن يصلي الإمام بالطائفة الأولى ثنتين أبو حنيفة وأصحابه والشافعي في أحد قوليه والقاسمية، وهؤلاء كلهم يرون أن الإمام يصلي بالطائفة الأولى ركعتين. قال وإلى الثاني، يعني وإلى القول الثاني وهو أن يبدأ الإمام الطائفة الأولى ويصلي معها ركعة ويصلي مع الطائفة الثانية ركعتين، قال وإلى الثاني الناصر، يعني ذهب إلى ذلك الناصر والشافعي في أحد قوليه، قال في الفتح لم يقع في شيء من الأحاديث المروية في صلاة الخوف تعرض لكيفية صلاة المغرب، انتهى. قال وقد أخرج البيهقي عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علي رضي الله تعالى عنه صلى المغرب صلاة الخوف ليلة الهرير، انتهى. وهذا إنما فيه إثبات لمشروعية صلاة الخوف إحدى ليالي الليالي التي قاتل فيها علي رضي الله تعالى عنه أعداءه، إحدى الليالي إحدى الأيام الغزوات، وكانت تنسب إلى وقائع، فسميت هذه الغزوة وتلك الوقعة التي قاتل فيها علي رضي الله تعالى عنه شانئيه وأعدائه من الناصبة، سميت بليلة الهرير. قال انتهى. فهذا الخبر إنما أثبت لنا أن صلاة المغرب تصلى
صلاة خوف مثل غيرها، لكن لم يذكر كيف تصلى ولم يبين التفصيل. قال وروي أنه صلى بالطائف وروي أنه صلى بالطائفة الأولى ركعة وبالثانية ركعتين. قال الشافعي وحفظ عن علي رضي الله تعالى عنه أنه صلى صلاة الخوف ليلة الهرير كما روى صالح بن خوات عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ورواية صالح أنه صلى به بالطائفة الأولى ركعة وصلى بالطائفة الثانية ركعة، ولم يذكر أن تلك الصلاة كانت صلاة المغرب. قال وروى في البحر عن علي رضي الله تعالى عنه أنه صلى بالطائفة الأولى ركعتين. قال وهو توقيف. من القائل وهو توقيف؟ صاحب البحر. وماذا يريد بقوله وهو توقيف؟ ها؟ ما سمعت. يعني وهذا الفعل من علي وإن كان ظاهره أنه من فعل صحابي، لكن عليا لا يصلي ذلك ولا يفعل ذلك اجتهادا منه، وإنما أمر تلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهو توقيف يعني أي أمر يؤخذ بالنصوص ويستقى من المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يقول أن قائل إن هذا باجتهاد من علي. هذا معنى قوله وهو توقيف. قال والقائل صاحب البحر، كأنه يريد أن يلزم الناس بما ذهب إليه من أنه يصلي بالركعة يصلي بالطائفة الأولى ركعة وبالطائفة الثانية ركعتين. قال واحتج لأهل القول الثاني بفعل علي، أو واحتج يعني صاحب البحر لأهل القول الثاني، وهو أنه يصلي بالطائفة الأولى ركعة وبالطائفة الثانية ركعتين، قال بفعل علي رضي الله عنه، وأجاب عنه بأن الرواية الأولى أرجح، وهي الرواية التي فيها أنه صلى بالطائفة الأولى ركعتين وبالطائفة الثانية ركعة. قال وحكي عن الشافعي التخير، يعني إن شاء فعل كذا وإن شاء فعل كذا. قال وفي الأفضل وجهان، يعني أيهما أفضل؟ قال أصحهما ركعتان بالأولى. واستدل له بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال وليس للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل في صلاة المغرب ولا قول كما عرف، ولذلك فالمسألة خاضعة للاجتهاد وخاضعة للنظر، لأنه مما سكت عنه، وما سكت عنه ماذا قال فيه صلى الله عليه وآله وسلم، وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان، فلا تسألوا عنها وافعلوا ما تيسر. واضح؟ ثم قال باب الصلاة في شدة الخوف بالإيماء، يعني الذي يكون بدلا من الركوع والسجود، لأن الركوع والسجود هو الذي يخشى فيه انقضاض العدو ومباغتة العدو، ولذلك يرخص فيه ويكتفى بالإشارة إليه حرصا على مصلحة المصلين. قال بالإيماء، وهل يجوز تأخيرها يعني الصلاة إذا اشتد الخوف، أو أنها تفعل في شدة الخوف، هل يجوز تأخيرها أم لا؟ نعم. ها؟ أي مصالح مرسلة؟ المصلحة المرسلة ما تستند إلى دليل،
وإنما معناه أن تقوم مصلحة، هذه المصلحة ينظر فيها يعني قضية ينظر فيها لصالح المسلمين. لكن المصلحة المرسلة يعدها بعض علماء الأصول أصلا من أصول التشريع، يعني مراعاة مصالح المسلمين والعمل لها يعني أحد المقاصد في الشريعة وإن لم تستند إلى دليل.